الحديث جميل من كل أطرافنا إحنا، ولكن نريد مصادر. سيد محمد باقر الحكيم آية الله شهيد المحراب رحمة الله عليه، لما دخل العراق وما طول 4 أشهر، لكن أول خطوة سواها شنو حتى يثبت أنه يريد عملية سياسية؟ ترك السلاح، قال سلاح بدر الذي قاومت به صدام وهو سلاح مقدس في حينه، قال تسلم كل السلاح وسلمه إلى الدولة، مع اعتراض الكثيرين على مع اعتراض الجميع. خطوة سواها، ما انتظر الدولة، لأنه هو في لحظة كان أقوى من الدولة وأقوى من الحكومة، حتى يثبت ويريد أن يقوي الدولة خطأ هذه الخطوة. الآن خلنا نعترف، هناك قوى وفصائل لديها من الإمكانات ما يفوق الدولة، حتى أني أثبت حسن نيتي للدولة أقول يا أخواني الأعزاء، أنا الفصيل الفلاني، القوة الفلانية، أنا عندي هذا السلاح، عندي هؤلاء القادة. اليوم مثل ما في بيان المرجعية أكو قوى أو فصائل تسيطر على مناطق، تعالوا عمي أنا أقبل القائد مالتي الفلاني، انقلوه لغير مكان، الفصيل الفلاني انقلوه لغير مكان، حتى يثبتوا حسن نيتهم، حتى يقولون احنا مع الدولة. اما انا اقول انا مع الدولة، ولكني اذا حركت قائد من قياداتي قلبت الدنيا وخربتها للسالفة.